الإقالة بن دغر نتيجة فساد في حكومة الشرعية وإخفاق في إدارة ملفاتها؟ أم أنه دفع ثمن صفقة سياسية تمكن هادي من الاحتفاظ بمقعده؟ لماذا أقيل بن دغر ولم تقل حكومته؟ أهلا بكم. قيل إن ما لم تفعله كل المجاعة وثورة الجياع وما لم يفعله تدهور الاقتصاد وانهيار الريال فعله إعصار لبنان الذي كان إعصارا سياسيا قذف بأحمد عبيد بن دغر خارج كرسي رئاسة الحكومة. فما هو الإعصار تحديدا الذي أطاح ببن دغر؟ وما دور التحالف وتحديدا الإمارات في هذه القرارات؟ وهل يكفي إقالة بن دغر لتلافي كل الإخفاقات التي تشهدها البلاد؟ هل يعقل أن يتهم بن دغر بالفساد في محيط النزيه؟ وأخيرا، ما الذي ينتظر من رئيس الوزراء الجديد؟ إعصار لبنان الذي عاصف بمحافظة المهرة امتدت آثاره كما يبدو لتطيح برئيس الحكومة، حيث صدر قرار رئاسي بإعفاء رئيس الحكومة أحمد بن دغر وإحالته إلى التحقيق. ووفق القرار فإن الإقالة جاءت نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبنان بمحافظة المهرة. القرار استهدف بن دغر دون أعضاء الحكومة، وهو ما خلق مزيدا من التساؤلات لدى الشارع اليمني. فالملفات العالقة والتي تشكل بمجملها فشلا ذريعا في رصيد حكومة بن دغر أو سلفه أمر لا يختلف عليه اثنان، غير أن الإطاحة برئيس الوزراء دون بقية أعضاء حكومته ترك علامة استفهام كبيرة حول طبيعة الإقالة، وما إذا كانت بسبب الإخفاق الحكومي أم أن هناك أسبابا أخرى، خصوصا أن صدور القرار جاء قبيل انعقاد البرلمان المتوقع. مشاكل الشرعية المتراكمة التي فشلت في التصدي لها بدأت من الفشل الاقتصادي وانهيار العملة والخدمات وعدم تأمين المناطق المحررة وملف الجرحى وغيرها من الملفات التي باتت العنوان الأبرز لفشل الحكومة طوال سنوات الحرب الأربعة. لكن كل ذلك لا يكاد يشكل دائرة السخط الشعبي تجاه الشرعية برمتها، فاستغلال الوظيفة العامة وسلسلة التعيينات العائلية التي قفزت على كل القوانين والنظم الإدارية اليمنية، بل وقفزت على الظروف القاهرة التي يمر بها البلد لتترك شعبا يصارع أجله. ففيما اليمنيون يموتون جوعا، كان المسؤولون في الشرعية يتسابقون لالتقاف آلاف الدولارات وتعيين أقاربهم في وظائف أثقلت كاهل الدولة وأنستهم مهامهم تجاه شعبهم. السؤال الحاضر الآن هو: هل إقالة رئيس الوزراء تكفي لدرء سخط الناس وتلافي كل هذه الإخفاقات المتراكمة؟ سؤال يقود إلى التأويلات الأكثر حساسية، وهي أن إقصاء بن دغر جاء نتيجة ضغوط دولية وصفقة سياسية تقضي بإخماد صوت الانتقالي الجنوبي وإزاحة خطر كان يشكله بن دغر على الرئيس هادي. الصراع بين بن دغر وهادي على خلفية محاولات كلا الرجلين الاستئثار بتركة المخلوع في حزب المؤتمر اشتد أواره منذ بدء بن دغر بممارسة نشاط فاعل في لملمة المؤتمر دون إذن الرئيس هادي، ومبشرا بعودة نجل المخلوع أحمد. لكن ما هو أبعد من السياسة وأقرب لليمنيين هو إجماعهم على فشل وعجز الحكومة، وأن الثقب الأسود في أداء الحكومة اليمنية لا يمكن سده بإقالة بن دغر دون أن يشمل التغيير كل من تلوثوا بالفساد والتعيينات من رجال الشرعية وحتى مظلة هادي. فهل سيتمكن الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء الجديد من حلحلة كل هذه الملفات المثقلة؟ والأهم من ذلك، هل سيصمد في وجه التحالف ويرفض مشاريعه التي تمس السيادة الوطنية كمحاولات للسيطرة على المهرة وسقطرى وإنشاء أنبوب النفط السعودي على الأراضي اليمنية؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الصحفي كمال حيدرة، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ كمال. مساء النور.
أهلا بك، وبداية بطبيعة الحال كيف تابعت قرار رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الوزراء بن دغر؟ في البداية لا يمكن القول أو الجزم أنه كان قرارا متوقعا، خصوصا بهذا الشكل الذي أخرج فيه يعني القرار، لكن أيضا لا يمكن القول أنه كان مستبعدا. بنفس الوقت كانت كل المؤشرات تقول أننا أمام صفقة من نوع ما، خصوصا بعد التطورات التي حدثت في عدن. قبل أيام كان المجلس الانتقالي قد أعلن عن فعالي بمناسبة ثورة 14 أكتوبر، ثم تراجع. في وقت لاحق تراجع، وفسر هذا على أن هناك يعني تدخل إقليمي أو تدخل من قبل داعمي بغرض إحداث نوع ما من التغيير داخل الحكومة أو داخل. كان متوقع أن يتم إقالة الحكومة بكاملها والمضي، كان متوقع أو كان يعني يفترض، هو الحالتين. كان الحديث يدور يعني بما أن هناك مطالب بتغيير الحكومة بكاملها وإيجاد حكومة مصغرة، كان الجميع يتحدث عن هذا الخيار أنه سيتم إقالة الحكومة والذهاب نحو حكومة مصغرة، نظرا لما حصل في هذه الحكومة أنها لا تناسب الوضع الحالي، خصوصا أنها حكومة متضخمة وبدون عمل. ولكن في كل الأحوال كان القرار بشكل ما بدأ، خصوصا مع فكرة إحالة بن دغر إلى التحقيق، كان هناك نوع من الاستغراب لدى الجميع تقريبا. نعم، يعني لو تحدثنا عن المسوغات التي وردت في القرار نظرا للإهمال الذي رافق أداء الحكومة والفشل أيضا والإهمال الذي تم به التعامل مع إعصار لبان، يعني كما ذكر وكما بالتأكيد اطلعت اتخذ الرئيس هذا القرار، هل تعتقد أن هذه المسوغات يعني معقولة أو أخذت في وقتها فعلا؟ هذه مسوغات هي ربما يعني مسوغات منطقية للقرار فقط يعني، لكن الجميع يعرف أو معظمنا نعرف أنه كان هناك أن التغيير كان قرار سياسي ولا علاقة له بما بالإخفاقات وعجز الحكومة في الفترة الماضية. عندما تحدث عن إخفاقات وعن عجز الحكومة وعن عدم قيامها بواجباتها خلال السنتين أو أكثر من سنتين، لا يجب إغفال فكرة أن الحكومة لم يتاح لها فرصة العمل في عدن. لا نعرف أنها لم تستطع ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة نتيجة سيطرة ميليشيات تابعة للإمارات، والإمارات أيضا عرقلت عودة الحكومة بكامل قوامها إلى العاصمة المؤقتة عدن، عرقلت أيضا عودة الرئيس هادي ذاته إلى 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 العاصمة المؤقتة عدن. وبالتالي الحديث عن إخفاق والحديث عن عجز هذا برأيي غير منطقي أساسا. هناك عجز وهناك إخفاق في الحكومة، لكن ما هي الأسباب؟ يعني لماذا أخفقت الحكومة؟ دعوها تعمل أولا لنعود في وقت لاحق يعني لمحاكمتها. أخفقت الحكومة، يعني هل يعقل أن الذي أخفق هو فقط رئيس؟ هذه نقطة ثانية. يعني أليست هي الحكومة برمتها تماما يعني التي أخفقت أو التي تناولت المواضيع كلها بإهمال؟ يعني الموضوع الاقتصادي الذي ذكر، تدهور الريال، الفشل الذي رافق أداء الحكومة، يعني في نهاية الأمر رئيس الوزراء ليس هو المعني الأساسي يعني أو العملي على أرض الواقع، يعني هناك يفترض آليات معينة عبر الوزراء. في عندما أقيل بحاح نفس المبررات أنه أخفاق الحكومة وعجزها، ومع ذلك أقيل رئيس الحكومة فقط ولم يتم تغيير بقية الوزراء. نفس الفكرة، هو قرار سياسي في الأول والأخير، كان قرار تغيير بحاح قرار سياسي وقرار بن دغر هو قرار سياسي، وبالتالي لا يمكن يعني النظر إلى المسوغات التي أوردت على أنها مسوغات حقيقية ومسوغات تبغي إحداث تغيير حقيقي في الحكومة في أداء الحكومة. إنما نحن أمام صفقة سياسية من نوع ما، يتم تغيير بن دغر وهذه وأيضا هل يعني تعتقد بالقول الذي يقال أنه تم تغيير بن دغر كيعني قرار شخصي للحفاظ على كرسي هادي من الإطاحة؟ يعني وإلا الحكومة ليست بالنزيهة وظهر فجأة فسادها، الحكومة ليست ناجحة وظهر فجأة فشلها في إعصار لبان. يعني نحن نتحدث عن فشل الحكومة منذ 3 سنوات منذ بحاح، يعني ليس فقط منذ بن دغر. هو يتم طرح فكرة أنه هناك صراع ما بين بن دغر وهادي على وراثة حزب المؤتمر الشعبي العام. حزب المؤتمر الشعبي يدور حوله صراع من عدة جهات ومن عدة شخصيات. في الحقيقة ربما بن دغر حقيقة كان أقرب من هادي إلى التواجد داخل حزب المؤتمر الشعبي العام. هادي ربما يبغي السيطرة بشكل مطلق على على كل المكونات وعلى كل السلطات، في يبغي تجميع هذه السلطات في يده. لكن فكرة أنه صراع يعني صراع ضد بن دغر أو عملية استباقية لقيام بن دغر بالسيطرة على كرسي هادي، لا أعتقد أنه بهذا الشكل، أنه
يعني هادي هو عبارة عن رأس الشرعية، ومن غير المستبعد أن يتم تغييره في أي وقت في الفترة الراهنة ما لم يكن هناك حل شامل. يعني هو أصرع على حزب المؤتمر الشعبي العام، وأعتقد أن فكرة إحالتي للتحقيق هذه هي بالضبط ما قصد بها إبعاد بن دغر، لم يتم استبعاده فقط من رأس الحكومة. فكرة إحالة يعني نعم فكرة إحالة للتحقيق هذه كان المقصود منها إبعاده بشكل تام عن الحزب المؤتمر الشعبي العام، ولا أدري إن كانت ستنجح أم لا في المستقبل، يعني لأنه في الأول والأخير فكرة التحقيق تبدو غير واردة. يعني أيضا حتى وإن تحقق حتى وإن نعم تم التحقيق فبن دغر لديه قدرة أيضا على التواجد مع المؤتمر بحكم صلاته بحزب المؤتمر، هو كان تقريبا آخر الشخصيات المسؤولة والكبيرة في حزب المؤتمر المغادرة، يعني أقصد الشخصيات التي لها وزن يعني ما قبل صراع الحوثي مع صالح. وبالتالي كان لا يزال أو لا يزال حتى اللحظة هو يبدو أكبر أو أكثر الفاعلين داخل بين المحاولة تجميع حزب المؤتمر الشعبي العام. هو صراع على 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 تركة علي عبد الله صالح وليس صراع على السلطة يعني فقط. يعني أنت تنفي بهذا التفسير يعني ما يقال بأن هو أيضا ربما يعني هذا التغيير جاء نتيجة ضغوط من أبو ظبي والرياض، يعني جعلت المسألة فقط صراع شخصي على حزب أو على تركة حزب المؤتمر بعيدا عما يدور في المنطقة؟ لا بالعكس، يعني هو الأساس هو موقف بن دغر من أبو ظبي وموقف أبو ظبي من بن دغر، يعني تقريبا أو ربما كان هناك يعني تفاصيل الصفقة هي لم تتضح بعد أو لم يتم الحديث عنها أو لا نعرف الكثير عنها، لكن بالإمكان تفسيرها بما توفر لدينا معلومات أنه يعني يتم سحب البساط من تحت المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات أو المويل للإمارات، وتخفيض يعني حدة حدة عملياته مقابل استيعابه ضمن دوائر سلطة الرئيس هادي. أيضا يعني بن دغر يتم استبعاده نظرا لأنه كان يمثل أو يطرح خطاب متجاوز وخطاب مصادم للخطاب الذي ينطلق منه المجلس الانتقالي ولطموحات الإمارات في اليمن. المسألة أو الأساس الذي أودى بن دغر إلى الإطاحة أو الذي أطاح ببن دغر هو موقف أبو ظبي بالنسبة لصراعه مع هادي أو تحف أو يعني محاولة هادي استبعاده هي هو الأمر الثاني، يعني ربما وافق يعني ما طرح من قبل أبو ظبي هو وافق هوا في نفس هادي تقريبا فقط، لأنه يعني خلال العامين لاحظنا تناغم ما بين هادي وبن دغر خلال يعني في المواقف السياسية على الأقل، لكن ربما كانت الضغوط هذه المرة كبيرة على هادي من أجل استبعاد بن دغر. بهذا الشكل يعني ألا تجد أن يعني أن هناك هكذا كمنشور عريض يتم اتخاذه من سيكون ضد الإمارات فلا مستقبل له سياسيا، يعني حتى أنه لا فقط لا يستبعد وإنما أيضا يتم يحال لتحقيقه أو يتم إحراقه بصورة أو بأخرى. هو هذا حصل طبعا مع مثلا وكيل محافظة المهرة تم استبعاده لأنه كان يعني يقود المظاهرات الشعبية أو الحجاجات الشعبية ضد التواجد السعودي في المهرة. لاحظنا هذا مع بن دغر، لكن بن دغر تقريبا صمد يعني أكثر من المفترض أو أكثر من ما كان متوقع. الرئيس هادي محكوم بضغوط يعني لا يستطيع تجاوزها بشكل أو بآخر، يعني حتى يعني هذا الفترة طوال الفترة التي كانت فيها الصراع والصدام ما بين بن دغر والإمارات، يعني حاول هادي أنه يكون أو يمثل درع ما لبن دغر أو بمواقفه، لكن في الأخير ما يحكم هادي ليس المتاح فقط، ما يحكم هذه هو الضغوط الإقليمية والدولية عليه لا يستطيع تجاوزها بحكم بطبيعة الحال ما بين لأنه التحالف ما بين السعودية والإمارات لا يمكن فضه يعني من خلال السماح بالصدام مع الإمارات أن يصل إلى حد يعني عالي. السعودية ستتدخل في وقت ما وقد تدخلت الآن، لاحظنا أنه من رئيس الوزراء الجديد كانت له صلاة جيدة مع الجانب السعودي، وأعتقد أنه هنا التدخل السعودي الآن لتخفيض حدة التوتر ما بين هادي والإمارات وأتباعها. يعني نعم، إذا يعني هل تعتقد أستاذ كمال أن مسألة العمل في ظل كل هذه الضغوط وفي كل هذه الظروف، يعني هل يمكن أن تتاح الفرصة فعليا لرئيس الوزراء الجديد بحكم هذا التقارب الذي ربما يلمس؟
كان معين عبد الملك، الدكتور معين عبد الملك واحد من الوزراء الناشطين في يعني في حكومة بندغر، وربما هذا يعطي فكرة حول عن الرجل أنه رجل عملي ونشيط. لكن وأيضا في شيء آخر، أنه إذا تحدثنا عن صفقة فهذا يعني أنه سيتاح له العمل بشكل جيد، وستعود الحكومة بكامل قوامها إلى عدن. هذا إذا تحدثنا عن صفقة جاءت به إلى رئاسة الحكومة. لكن الظروف يعني صعبة جدا، ومن المستحيل أن يمارس الرجل يعني كامل صلاحياته وكامل قدرته على الفعل من على الفعل داخل المناطق المحررة. سيصطدم يعني في أي وقت، أنا أتوقع أنه سيكون هناك صدام من نوع ما مع الإمارات في وقت لاحق. لنفترض أنه الآن حصل على ضوء أخضر للعمل بحكم أنه جاء بصفقة كما أسلفنا، لكن في وقت لاحق أطمع الإمارات لا يمكن تجاوزها، وربما إلا إذا يعني تم التماهي معها. ربما يعني كما يقال أن الرجل لديه صلاة مع الجانب السعودي، ربما ستسهل له أكثر، وربما يعني المجيء به الآن ربما يعني نتحدث الآن عن دور سعودي أكبر، وهذا ربما يسمح له بالعمل يعني بشكل أفضل في الحكومة. لكن في لحظة ما أنا أتوقع أن يكون هناك صدام في وقت لاحق، صدام كيف سيتعامل معه، كيف سيتم التعامل معه بشكل عام من قبل سلطة الرئيس هادي. هذا هو متوقع أن يسير كما سار بندغر. يعني إذا نسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الصحفي منصور صالح من عدن. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير عافية. أهلا بك أستاذ منصور. لو بدأت بسؤال حول تعليقك أو رأيك حول قرار عزل بندغر وأيضا إحالته للتحقيق. نعم، هو أن القرار جاء متأخرا كثيرا، لكن أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. صحت الأصوات في الجنوب تحديدا للمطالبة بإقالة أحمد عبيد بندغر وإحالته للمحاكمة وليس للتحقيق فقط. وكان رد الشرعية ومؤسسة الرئاسة و من يدافعون على احمد عبيد بندغر بانه الرجل الخارق الذي جاء اتى بما لم تصدقه الاوائل، وهو ايضا الرجل الذي حرك عجله السلميه وسيبني سكه حديد وقطارات في داخل مدينه عدن التي تستغرق في المجاري، وهو ايضا من سيعمل على تركيب اجهزه التكييف المركزيه على جبل شمسان لصعيد صنعاء عدن بصيف بارد. اليوم وصلت الشرعيه لهذه القناعه بعد ان تاكد انها لم تستطيع فكاكا من الصفوف التي تجدها من كل مكان، واعترفت في ذاتها بان احمد عبيد بندغر وحكومته فاشله وبانها تتعمد الاهمال وبانها عاجزه عن الايفاء بالمهام المرصوده فيها. الشيء الجيد في هذا الامر هو احاله احمد عبيد بندغر للتحقيق، وما يعمله الناس هنا هو ان يتم هذا التحقيق فعلا، وان لا يكون مجرد قناة مخدرة لتهدئة الناس. نعم، كما حدث يعني في إحالة هاني بن بوريك للتحقيق، يعني كان مجرد يعني عنوان دون تطبيق، هل تقصد ذلك؟ لا وجه للمقارنة بين الشيخ القائد المواطن هاني علي بن بوريك. انا لا اقارن بين شخصين استاذ منصور. نعم، انا قصدت انه تم إحالته للتحقيق ولم يتم ذلك، يعني و بالتالي هناك من يرى أنه لن يتم فعليا التحقيق مع بن دغر. لا 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 لا, لا, لا أنا ما أنا عليه أنه حالة هاني بن بوريك كانت عملية مناكفة وعملية لمجرد الاستفزاز، ولا الشرعية تدرك أنها لم تستطيع أن تمس شعرها من رأس الشيخ هاني بن بوريك. طبيعي لأنه محمي من الإمارات. لكن اسمح لي أن أسألك أستاذ منصور، يعني هل ستتغير سياسة هاني بن بوريك؟ هل شعبنا مهني بالرجال الذين كانوا حوله في المقاومه الجنوبيه وفي تحرير عدن يوم انهارت الشرقيه الى الرياض؟ استاذ منصور دعنا في موضوعنا. نعم، هل ستتغير سياسه المجلس الانتقالي مع الشرعيه طالما وتم تغيير بن دغر؟ المجلس الانتقالي الجنوبي الى الان لم يصدر تصريحا بخصوص هذه العمليه، لكن انا في
كمحايد ومتابع من بعيد استطيع ان اقول انه ما هو معروف عن مجلس من كفاح الجنوبي هو الثبات على المواقف والثبات على المبادئ وايضا السير في تامن وحكمه ورويه في التعامل مع القضايا المصيريه. هو لديه حدد رؤيه في 3 أكتوبر وهي المجلس يعتبر اليوم بمثابه خارطة الطريق للمستقبل، وضمن هذه الخارطة هي فك الارتباط بالشرعية والإدارة الذاتية لمؤسسات الجنوب. كان أيضا من مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي هو إقالة هذه الحكومة الفاسدة. نعم، لكن ما حدث أستاذ هاني أنه تم إقالة فقط رئيس الوزراء، لم تقل الحكومة برمتها، هل هذا الأمر يعني المجلس الانتقالي كمتابع؟ هذا ما اريد ان اشير اليه انه مؤسسه الرئاسه تحاول الالتفاف حول المطالب التي تقدم بها المجلس الانتقالي الجنوبي حول مطالب الشارع في الجنوب تحديدا وحتى على مستوى اليمن بشكل عام في اقاله هذه الحكومه. هذه الحكومه منظومه من الفساد المتكامل التي كانت شروط التعيين فيها تعتمد على كم تغريده في تويتر، كم منشور على الفيسبوك، كم تصريح اعلامي تشتم فيها الجنوب وتشتم القضيه الجنوبيه وتشتم عدوس الزبيدي وتشتم المجلس الانتقالي الجنوبي ليكون منصبك التعيين كوزير او نائب وزير. او لم تكن لدى هذه الحكومه معايير مهنيه او وظيفيه او تخصصيه، كل المعايير التي كانت لدى مؤسسه الرئاسه للاساس هي مجرد منشور او تغريده حتى وان لم تكن مقتنعا بها. المهم ان تشتم المجلس الانتقالي الجنوبي، ان تشتم الجنوب، ان تشتم اللواعي الزبيدي، ان تسيء قيادة المقاومه الجنوبيه، ان تسيء الى دوله الامارات العربيه المتحده. نعم. سؤال اخير استاذ منصور، يعني هل افهم من كلامك انه يعني حتى الان لم يظهر اذا ما كان المجلس الانتقالي سيتعاون مع رئيس الوزراء الجديد أم لا؟ هل ستتاح الفرصة له لأداء مهامه؟ أنا لست متحدثا باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، لكنني أوضحت سابقا أنه المجلس الانتقالي الجنوبي لديه مبادئ ولديه أسس ومعايير يسير فيها في عمله. هذه الحكومة الآن المجلس الجنوبي وفق بيان 3 أكتوبر أعلن فك ارتباطه بالحكومة. حصلت هناك نصائح وهناك ضغوط وهناك مراجعات في قضايا معينة تتعلق في كيفية تنفيذ هذا البيان. أرجئ قليلا في مقابل أن تنفذ بعض المطالب، أن تمنح التهدئة، أن تفوت الفرصة على من كان يتربص بشعب الجنوب وبأبناء الجنوب لإثارة الفتنة وإثارة عملية اغتيالات وحمام دم في داخل عدن. المجلس الانتقالي الجنوبي فوت هذه الفرصة، أن الرئاسة استجابت في بعض هذه المطالب ربما كان بين أقل أحد في الدكتور، لكن المطالب ما زالت قائمة. هذه الحكومة ليست بمقدورة أن تعمل شيئا ما لم تبدي المزيد من حسن النوايا والمصداقية والتعامل بأخلاق وليس بأسلوب يعني لا يرقى إلى مستوى من يشتغل في في في, في مجال السياسة وفي كرام السياسة. أساليب الكذب وأساليب اللف والدوران وأساليب الاحتيال وأساليب طبيعة الوقت التي اتبع في فترة أحمد عبيد بن زغر لم يستطع لها أن تتكرر في عهد غيره ولا في عهد أي سلطة تعتقد أنها تستطيع أن تحصل. نعم، وصلت فكرتك أستاذ منصور. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي منصور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. واسمح لنا أستاذ كمال أنت أستاذ المشاهدين بانضمام أيضا الدكتور فيصل الحديفي عبر الأقمار الاصطناعية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور، أسعد الله مساءكم أنتم الجمهور الكريم المتابعين والمتابعات. أهلا بك دكتور فيصل، وأود أن أسمع قراءتك لقرار إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق. من الناحية القانونية والدستورية من حق رئيس الجمهورية أن يعين من يريد باعتبار هذا التعيين يدخل ضمن صلاحياته، ولكن المثير للانتباه أن القرار صيغة من فريق قانوني لا يجيد فهم القانون. هناك مقدمة عبثية للقرار هي جاءت على شكل قرار قضائي، حكم قضائي، وعادة القرارات ليست أحكام قضائية يعني لتدين بن دغر. يعني أنا أتعاطف معه حينما
سجل مثل هذه المقدمة الخرقة، كان بإمكان أن يكون القرار مباشرة مادة أولى ويحلل التحقيق، ومادة ثانية يعين بدل منه كذا. لكن تلك المقدمة كانت مسيئة للحقيقة للجانب المهني للمكتب الرئاسة وللفريق القانوني الذي يعد مثل هذه القرارات. نعم، لكن هل وجدت أنها يعني جانبت الصواب؟ أليست الحكومة فعلياً فشلت في مسألة الملف الاقتصادي، فشلت في كثير من الملفات، يعني ليست إلا توصيف للواقع كما يقال؟ لا نستطيع أن نقبل هذا التوصيف ضد رئيس الحكومة التي رأسها بن داغر بالفشل، لأنه ليس الوحيد الذي يدير البلد، وإذا حكمنا عليه بالفشل فنحن سنحكم أيضا على رئيس الجمهورية بالفشل، وسنحكم على دول التحالف التي تصادر صلاحية الحكومة وصلاحية السلطة بالفشل. فلا يمكن أن اسمحي لي، لا يمكن أن نقيم حكومة بالفشل إلا في حين أن تكون كاملة الصلاحية وفق القانون الدستور وفي ظل وضع طبيعي. إذن سأعود إليك دكتور فيصل. أستاذ كمال، يعني كما استمعت أيضا لحديث منصور صالح، المجلس الانتقالي ظل يضغط طوال الوقت من أجل تغيير بن داغر ويصفونه بالفاسد، يعني ليس فقط بن داغر وإنما الحكومة بشكل عام. هل تتوقع أن تتغير سياسة المجلس الانتقالي إذا ما أسلمنا بوجود صفقة ما؟ إلى حد ما، كما هو واضح أن المجلس الانتقالي أو أن الاتفاق الذي لم يعلن سيضمن انخراط المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في عملية سياسية من نوع ما، وسيكون يعني سيتم التعامل مع حكومة دكتور معين عبد الملك، لكن هذا لن يكون نهائيا أو لن يكون مستمرا باعتقادي، بما أنه المجلس الانتقالي عبارة عن أداة بيد الإمارات، وبما أن أطماع الإمارات لا تتوقف عند حد معين أو لا يمكن التوافق معها بشكل من الأشكال، سيعود الصدام في وقت لاحق، وسيعود المجلس الانتقالي ليحشد كل مبررات ضد حكومة أو ضد الدكتور معين، ضد حكومة الدكتور معين عبد الملك، وستعود الإمارات لممارسات نفس الأسلوب الذي كانت تمارسه مع بن داغر. في وقت لاحق سيتم تشويه سمعة الدكتور معين عبد الملك وحكومته، واتهمها بأنها حكومة إخوانية كما حدث مع حكومة بن داغر. لكن فيما ما الذي تبقى لدى المجلس الانتقالي حتى يقوم بدور أكبر مما يعني أو بالدور الذي يمكن أن يشكل ضغط على الحكومة؟ لاحظنا خلال الفترة الماضية، خصوصا منذ مطلع يناير أو نهاية يناير 2018، أن المجلس الانتقالي بدأ يفقد الكثير من أدواته أو يفقد الكثير من شعبيته في الشارع الجنوبي. لاحظنا صعود للقوى جنوبية مناهضة لتوجه المجلس الانتقالي ومناهضة للتحالف أيضا. لاحظنا شعارات برع برع يا سلمان لأول مرة في الشارع الجنوبي، وكلها احتجاج ليس فقط على 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 التحالف وعلى أداء الإمارات السعودية في المناطق، بل احتجاج أيضا على المجلس الانتقالي. هذا يشير لأنه المجلس حتى قبل أن أنهي الفكرة، قبل أيام كانت الدعوات التي وجهها المجلس الانتقالي، ربما لاحظنا أن هناك برود أو يعني لم يكن لها الزخم التي رافق دعواتها السابقة. نعم، وهذا يعني هو ربما يشير بدرجة ما إلى أن الصفقة يعني عجلت في اللحظة الراهنة، لأن المجلس الانتقالي لم يعد لديها القدرة على مواصلة أو على تلبية متطلبات الإمارات في لدى الشارع الجنوبي، وبالتالي عجل في هذه الصفقة بغرض إنقاذ المجلس وبغرض أيضا إدماجه في العملية السياسية. لا أعتقد أنه المجلس الانتقالي لديه الشيء الكثير الذي يمكن أن يسبب، إذا ما استثنينا القوات الميليشياوية أو العسكرية التي يعني تتبع له، لا أعتقد أنه لديه القدرة الآن على مواصلة الفعل السياسي ضد حكومة معين عبد الملك بشكل الذي كان يمارسه ضد حكومة بن داغر. لكن في كل الأحوال سيكون هناك صدام في وقت لاحق، ما شكل هذا الصدام أو ما هي نتائجه ستظل مفتوحة أعتقد. نعم، إذن عودة لك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني هل هناك من يقرأ ما حدث أنه مجرد صفقة بين هادي والتحالف، الإطاحة ببن داغر والإتيان برئيس وزراء نوعا ما هناك قبول عليه من قبل التحالف وخاصة السعودية، ما رأيك؟ بالتأكيد، بما أن الرئيس هادي لا يمتلك الصلاحيات الكاملة
لإصدار قراراته دون تدخل ودون إعاقة من دول التحالف، وبالتالي أي قرار يتخذه على هذا المستوى هو يخضع لمثل هذه المساومات الغير معلنة من قبل هذه الدول. وأيضا هذه لا ينظر فقط إلى الضغوطات التي تمارس عليه من دول التحالف فقط، ولكن هو أيضا يقيس نبض الشارع الغاضب. مثلا في تعز شباب فوق السلطة يخرجون مظاهرات علنية ضد الجميع نتيجة لما أصاب المجتمع من أضرار غير مسكوت عنها وغير مخفية. وهذه المظاهرات أيضا نجدها تتكرر في مدن الجنوب نتيجة غلاء الأسعار، انهيار الريال، انقطاع الرواتب من أكثر من 80% من الموظفين اليمنيين في المناطق غير المحررة، وهذا يعتبر سلوك غير أخلاقي وغير قانوني وغير دستوري، ويمكن أن يعتب بهذا على حكومة بن داغر لأنها هي التي سعت لمثل إقرار هذه الميزانية التي لا تشمل بقية الموظفين. إذن هناك ضغوطات من دول التحالف وهناك ضغوطات شعبية، فأراد الرئيس هادي من خلال هذا القرار أن يبعث بارقة أمل لدى المجتمع اليمني، وكذلك أن يحاول تعديل الكفة مع دول التحالف حول تسوية معينة لن نستطيع أن نستشف جوهرها وحقيقتها الآن، ولكن في قادم الأيام سنرى أين تذهب هذه الحكومة وإلى أي طريق تسلك، ومن هنا نستطيع أن نحدد ملامح هذه الحكومة. دكتور، يعني لما تم إقالة فقط رئيس الحكومة، وعلى العكس يعني تم تأكيد بإحدى مواد القرار بأنه بقية أعضاء الحكومة سيمارسون مهامهم وفقا للقرار تعيينهم، يعني وكأنه لا مجال لتغيير هذه الحكومة، لما برأيك يعني أليست إن كان هناك فشل وفساد وعدم قدرة على الحلول التي طرحت في ديباجة القرار، أليست الحكومة برمتها معنية بذلك الفشل؟ هذا النقاش، هذه الجزئية تحتاج إلى الانتظار إلى قادم الأيام. إذا قبل رئيس الحكومة الجديد منصبه وفقا لهذا القرار فهو لغم سيؤدي به شخصيا، يعني هو مسمار صدئ سيؤدي إلى موته سياسيا، ولكن ربما يصبح تغيير الحكومة منوطة بالدكتور معين عبد الملك في قادم الأيام في ظل تشاور مع رئيس الجمهورية ومع القوى السياسية، لأن الرئيس هادي إذا التزم بالمرجعيات الثلاث ليكون نموذجا للآخرين عليه أن يشكل حكومة توافقية كما هي تنص المرجعيات، ويكون حكما بين الأطراف التي تشكل هذه الحكومة، وأن يعاد أيضا تشكيل الحكومة بعدد من الوزراء التي تتناسب مع المرحلة. حكومة حرب يحذف 20 وزيرا من وزارات لا قيمة لها ولا عمل في الميدان، وبإمكانه أن يشكل أن يعيد مراجعة أيضا رواتب هذا الطاقم الحكومي، يستلمون بآلاف الدولارات وبالتالي لا يأبهون لإنهيار الريال، يعني محتاج إلى أن يعيد بعد حذف الوزارات الكثيرة بإمكانه أن يدخل أن يستحدث 4 وزارات جديدة تقتضيها المرحلة، مثل وزارة الإغاثة وشؤون النازحين، وزارة إعادة الإعمار والتعويضات، وزارة الجرحى وشؤون أسر الشهداء، وزارة حقوق الإنسان والجرائم الجنائية من جميع الأطراف، وبالتالي تكون هناك حكومة أيضا تمنح كل الصلاحيات. يعني نحن لا نستطيع إلا أن نبارك للدكتور معين عبد الملك بهذا التعيين، ولا ينبغي أن نستبق التحليلات والتأويلات والتخريصات على أنه وأنه ونحاكمه بشكل مبكر. ندع العجلة تمشي أو تقلب، ثم بعد ذلك نرى في قادم الأيام هل هذا اللغم مجرد مرحلي في القرار، وبالتالي سيعهد إلى الرئيس المعين الجديد باختيار فريقه بالتشاور مع كل الأطراف الداعمة للشرعية وفق المرجعية الثلاث، وأيضا إلى أي مدى سيصبح عبد الرب منصور عنده قدرة على استنزاع
أو استعادة السيادة اليمنية. جوهر المشكلة اليمنية ليس في بن دغر ولا بمعين عبد الملك ولا بسين وصاد سيأتي لاحقا. الجوهر الحقيقي هو استعادة يعني مصادرة السيادة اليمنية من أطراف خارجية، وهي التي تعيق أي رجل قادر على العمل. بن دغر كان أداؤه وخطابه السياسي على الأقل خطابا وطنيا بامتياز، ولغته دبلوماسية بحيث لا يترك الثغرة للآخرين بأن ينتقوه أو أن يقتنصوه أخطاءه. ولكن الفشل في الأداء وفي الإجراءات الميدانية ليست فشلا تخص بن دغر، ولكن تخص طاقم الحكومة بكاملها، تخص السلطة الشرعية بكاملها، تخص تدخل دول التحالف بكامله، تخص أيضا محاباة أو صمت المجتمع الدولي عن مثل هذه التجاوزات لدول التحالف في اليمن. ينبغي أن يكون هناك قراءة موضوعية للقرار، ونحن نأمل في قادم الأيام أن نكتشف بأن هناك خطوات جادة من الرئيس عبد الرب منصور باعتباره صاحب السلطة الحقيقية الذي يقدر على أن يستعمل سلطة القرار بالدفع بإعادة إحياء الأمل اليمنيين باستعادة الدولة واستعادة السيادة اليمنية. نعم. المصادرة. نعم. إذن سأعود إليك برأيك أستاذ كمال، يعني ماذا عن توقيت القرار؟ هناك يعني من تساءل أليس كان من الأجدى حين انهار الريال مقابل الدولار وكان الكل يتوقع حركة معينة من قبل رئيس الجمهورية من قبل رئيس الوزراء، يعني ربما كانت الإقالة في ذلك الحين لها مبررها يعني الملموس، لكن أن يعني ينتظر كل هذا الوقت، وربما هناك من ربطها بمسألة انعقاد مجلس النواب اللاحقة، يعني هل تعتقد أن الأمر له علاقة؟ ليس هناك ظروف محددة يمكن القول عليها. لو كان هناك يعني أسباب منطقية لكانت وكلت الحكومة منذ يعني العام الأول لأنها لم تنجز شيء، لو كان هناك أسباب حقيقية يعني. لكن لأنه فشل الحكومة وعجزها مرتبط بعجز أو بما بمنعها من العمل من داخل العاصمة المؤقتة، بالتالي يعني لا يمكن أن نتحدث عن ظروف موضوعية وظروف غير موضوعية. ما نتحدث عنه الآن هو عبارة عن يعني ظروف سياسية أو يعني توقيت سياسي أو عن صفقة سياسية. الصفقة السياسية هذه لم تكن متوفرة في لحظة من اللحظات يعني فيما قبل الظروف الأول. الصفقة السياسية أو الاتفاق السياسي اكتملت شروطه بحسب المعلن يعني او بحسب ما يعني المتوقع، اكتملت شروطه في هذه اللحظه، وبالتالي كان القرار الان. لو كانت هناك ظروف موضوعيه لكانت وقيلت الحكومه في وقت سابق. ما يتم الحديث عن مجلس النواب هو يعني حقيقي نوعا ما انه سيتم اعاده تشكيل هيئه الرئاسه، رئاسه مجلس النواب، بحيث يكون الشدادي رئيسا للمجلس، وهو طبعا محسوب على المحافظات الجنوبيه يعني او هو من المحافظات الجنوبيه، وبالتالي كان يعني يشير الى الامر على انه استكمال سيطره جنوبيه على المواقع والسلطات السياسيه والسياديه في الجمهوريه اليمنيه. فكان من الضروري ان يكون هناك يعني شخص او مسؤول شمالي يكون ماسك للحكومه. هذه هي يعني في الاول والاخير لا يمكن الجزم بانها كانت يعني بانها حقيقي او غير حقيقي، لكنها منطقيه يعني على الاقل. لكن برأيي أنه التوقيت كان دوافعه سياسية ولم يستند على يعني الحاجة الحقيقية، الحاجة يعني الاقتصادية أو الفشل أو ما تذرع به المقدمة أو ديباجة القرار. هذا يعني أننا يعني في النتائج لا يعني أننا سنشهد تغييرا، بما أنه الحديث أو بما أنه القرار جاء لم يكن مبني على أسس منطقية، فبالتالي لا يمكن أن نتوقع أنه أن تكون النتائج يعني بشكل ملموسة، يعني بما أنه كلها سياسة أو قرارات سياسية هو كانت. نعم. كلها. إذن هل تتفق مع هذه النقطة دكتور فيصل، يعني مسألة أنه طالما أن دوافع القرار هي سياسية بحتة ليست فعليا لحاجة البلد التي ربما كانت بحاجة هذا القرار في السابق ربما منذ تولي الحكومة، لكن يعني وبالتالي لن نتمكن من رؤية ثمار حقيقية لهذا التغيير؟ القرارات الصادرة من الرئيس عبد الرب منصور للأسف هي تعبر عن تخبط سياسي واضح، وهذا التخبط يشير إلى أن هناك تدخل واضح من دول التحالف أعمت الرجل ونزعت مخالبه وقدراته، وهو للأسف حتى عندما كانت السلطة كاملة بيديه في صنعاء
كان لا يستخدم القرار بشكل إيجابي وبشكل يوحي بأن هناك خطوات لنقل البلد إلى بر الأمان. فمن أساء القرار في وقت السلم والأمن حري به أن يكون أكثر ارتباكا في وقت الحرب. في ظل هذا التخبط يعني هناك مساومة كما قلنا مع دول التحالف، وهناك إرضاء لغضب الشارع المحلي، لكن لن نستبق، نحن ينبغي لا نستبق قلنا الأحداث، ننتظر في قادم الأيام أن يمنح رئيس الحكومة الجديد فرصة لإعادة تشكيل فريق حكومي مصغر مهني. ننتظر أيضا المواطنون ينتظرون أن تمنح هذه الحكومة صلاحيات كاملة دون تدخل سواء من رئيس الدولة أو من دول التحالف، لأن النظام السياسي في اليمن هو نظام نصف رئاسي نصف برلماني، يشبه النظام الفرنسي، بينما الرئيس عبد الرب منصور يمارس سلطاته كأنه في نظام رئاسي، أي أنه لا يوجد حكومة وإنما هناك معاونون وفريق حكومي عليهم تنفيذ سياسته، مع أن هذه السياسة غائبة وبرنامجه غائب كليا. نعم. يعني ننتظر أيضا أن تمنح. نعم، يعني حتى أستغل وجودك دكتور فيصل، هل تعتقد أن الحكومة ستعود وستمارس مهامها بهذا التغيير وسيسمح لها بممارسة مهامها؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، هل تعتقد أنه الآن يعني بعد تغيير رئيس الحكومة سيسمح لها بالعودة إلى عدن وممارسة مهامها؟ إذا استندنا إلى سوابق الأمور وإلى الأحداث التاريخية خلال 4 سنوات فإنه لن يسمح لها لا بالعودة ولن تمنح الصلاحية، وأن الرجل سيقدم كبش فداء للفشل مثل سابقيه. فبن داغر كما قلت ليس فاشلا بهذا المعنى الذي جاء في ديزبياجية القرار بقدر ما هو منزوع الصلاحية، وبالتالي الرجل لم يكن أيضا مطيعا، كان صبورا حكيما دبلوماسيا، وبالتالي يوصل رسائله الموجعة إلى الطرف الآخر بحيث أجبرهم على أن يتراخوا وأن يتراجعوا عن همجيتهم في التدخل، فتم الضغط لاستبداله. هم يراهنون على أن الاستبدال ربما أيضا يمكنهم من ترويض الشخص الجديد، من ترويض الدكتور معين. نحن لا نستطيع أن نحكم على شخصية الرجل إلا من خلال أحداث قادمة، يعني نترك له فرصة 6 أشهر أو عام حتى نقول والله هذا الرجل مقتدر أو ضعيف أو يسمح لي أو أداة للتدخل، ولكن الآن لا نستطيع. طبعا الأمل، عفوا اعذروني، إذا حللنا الموضوع من منظور أمل ومن منظور تغيرات في المنطقة، موضوع خاشقجي، موضوع أيضا تذمر المجتمع المحلي ضد دول التحالف، موضوع أيضا محاولة عبد الرب منصور الرئيس بالخروج من إبط دول التحالف، ربما نأمل بأن هناك تسوية معينة تعيد للحكومة جزءا من صلاحيتها، تسمح لها بإعادة إنعاش الاقتصاد، استدعاء الشركات، تصدير النفط والغاز، وبالتالي تشكيل ميزانية للتسيير، وأيضا ربما أيضا نجد إن كان هناك نية صادقة. نعم، دكتور فيصل يعني لم يعد لدي المزيد من الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. عودة أخيرة لك كمال في دقيقة إذا سمحت، ما الذي يمكن أن يحققه الدكتور معين عبد الملك في ظل يعني محيط مليء بالألغام، بيئة مقوضة لعمل الحكومة؟ إذا كنا نتحدث من بداية الحلقة الآن عن ملامح صفقة سياسية، فمن المفترض أن هذه الصفقة تستدعي أو تستوجب عودة الحكومة إلى عدن وأن تبدأ مرحلة جديدة وتتاح لها مواردها ويتاح لها سيطرة على مؤسسات الدولة التي تواجد في وبناء مؤسسات جديدة بديلة عن المؤسسات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. هنا نأمل أن يكون هناك بداية جديدة للحكومة وفعلا يعني شغل حقيقي على أرض الواقع، لأن الواقع يحتاج إلى 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 عمل كثير في هذه اللحظة. لكن وأيضا الرجل كان خلال الفترة السابقة أو في الحكومة السابقة كان رجل نشيط ولديه علاقات جيدة مع مختلف الأطراف، وهذا ربما سيساهم في فتح
او افاق اوسع لعمله، لكن نرجع نتحدث عن الالغام السياسيه. الالغام السياسيه هي وهي التي ثبطت حكومه بندر، وهي التي ستلعب دور اخر او دور قادم في عرقله عمل الحكومه من بقياده عبد المعين عبد الملك. نعم، شكرا جزيلا لك صحفي كمال حيدر، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.